حاليا انا ما عمرني ما شفت شي وثيقه اداريه بلا كاشي بلا رقم. يستحيل انك غتكوني دفعتي الشكايه بلا ما عطاوك، ما داروش فيها الكاشي ديال الاداره وما فيهاش الرقم ديال الشكايه. صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير لانتم الناس العزاز عليكم. اعطيونا لي لايك والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا، وتابوناو معانا في القناه، ما تبقاوش تفرجوا وتهربوا، ديروا ابوني وفعلوا الجرس. المهم هذا الفيديو غنهضروا فيه على بنت نعيمه البدويه مريم اللي خرجت لنا اليوم واحد الشكايه انها حطت الشكايه. اوكي كلشي مزيان مزيان درتي الشكايه، داكشي اللي كنا كنطالبوا بك درتي، ولكن واحد القضيه انا ما عمرني ما شفت شي وثيقه اداريه بلا كاشي بلا رقم. يستحيل انك غتكوني دفعتي الشكايه بلا ما عطاوك، ما داروش فيها الكاشي ديال الاداره وما فيهاش الرقم ديال الشكايه. هنا قضيه فائنه. واحد القضيه واحده اخرى حطيت الشكايه وحاطه فيها الاسم الكامل ديال زهير، يعني هذا راه تشهير كيخالف القانون، انك لا يعقل انك تحطي سميتو وكنيتو ما غيتابعكش قضائيا. هذه من سابع المستحيلات. يعني نتوما يا اما هذا فيلم ديالنا بعضياتكم وبان لكم كثرات الضجه وكثرة الناس كتطالبكم بالشكايات وكتزيروكم قلتي نحطي مع هذه الشكايه هذه المزوره اللي هي ماشي شكايه اصليه اللي ما مدفوعاش حقا غنحطها ليهم باش نسكت الراي العام. واحد القضيه خرجتي يا مريم كتقولي سيروا خدموا على المحتوى ديالكم وبعدوا مني صافي كل واحد يخدم على المحتوى ديالو. بنت الناس راه نتي النهار الاول اللي خرجتي كتبكي وكتشكي وكتستعطفي المغاربه كتقولي خوتي المغاربه وقفوا معايا، ملي وقفوا معاك المغاربه بغاو يوقفوا معاك البيضه في الطاس ولاو ما مزيانين، سيروا خدموا على المحتوى ديالكم. يعني انت كتوجهي اصحاب القنوات سيروا خدموا على المحتوى ديالكم، ملي كل ما كانوا اصحاب القنوات ما غيوصل صوتك، هذه اول حاجه. اصحاب القنوات خاصك تخرجي تشكريهم لانهم وقفوا معاك، اصحاب القنوات هما اللي دعموك، كل ما كانوا اصحاب القنوات ما غيوصل الصوت ديالك، المتتبعين اللي غيشوفوا الصوت ديالك من اصحاب القنوات. راه كل قناه وعندها المتتبعين ديالها، انا متبع هاد القناه، انا متبع هاد القناه، راه ماشي نفس المتتبعين متبعين جميع القنوات. اوكي يعني ملي خرجوا وقفوا معاك القنوات خرجتي دابا قضيتي غرضك وساليتي شفتي راسك حصلتي ولا تزيرتي ولا الله اعلم، خارجه كتقولي لهم كل واحد يخدم على المحتوى ديالو صافي انا غنقلب روتينات. لا، ملي باغا تخدمي على المحتوى ديالك في الاول ما تخرجوش لينا هاد الوسخ ديالكم اليوتيوب. اللي باغا هادشي سالي من الاول ما تخرجيش اليوتيوب، سيري دير المسطره ديالك القانونيه، ماشي تي خرجتي المشاكل ديالك اليوتيوب تا دخلتي ميمي مزيان انت والام ديالك عاد حق قال لا انا غادي نسالي هاد الملف، امك كتقول لا انا غندير لها حلقات غندير عليها مسلسل. فاحنا كنطالبوا انك تحطي الشكايه اللي دفعتي، شكايه بالكاشي وبالرقم، غير درقي الاسم الكامل ديال زهير اللي بغيتي، خلي غير الاسم ديالو ولكن درقي اللقب ديالو هنا نعرفوك بصح. اما تقولي تحط لي واحد الشكايه انا ما فيها لا رقم لا ما فيها لا رقم لا رقم شكايه فهذا لا يعقل، ما يمكنش انا غادي نسيقك. لا انا غنخدم على المحتوى ديالي صافي ما نهضرش في هذا الموضوع، نهار الاول ما تهضريش في الموضوع ديالكم. حنا ضد ان المشاكل العائليه يخرجوا اليوتيوب، ماشي انت درتي ضد ضجه في اليوتيوب انت الام ديالك ها ضرباتني بنتي ها غنتبدل هاد الدواسه ها داري خارجه كتسعي انا ما عنديش باش ندير شكايه. دابا ولا عندك باش ديري شكايه، اذا كان ما عندك باش تاخذي الطاكسي وتمشي ديري الشكايه، دابا مشيتي درتي الشكايه. شوفي كاين جوج احتمالات، يا اما الام ديالك وزهير ضربوا الحصيصه وسكتوك بالفلوس كيما سكتو رجاء حيت شكون اللي باغا تنسي على الموضوع، يا اما سكتوك انت بالفلوس اما سكتو رجاء وقريتي تقلبي ستال سعود وتطفي هذا الملف صافي، يا اما هادشي دايرين بوز بعضياتكم ومتفقين عليه باش تطلعوا المشاهده. من الاخر هذا باينة غتكونوا متفقين بعضياتكم باش تطلعوا المشاهده، ملي شفتوا القضيه ولات راي عام والقضيه سخنات وناض عليكم الصداع وناض عليكم النحل راه ما ارندم صوم حق راه درنا شكايه ما نهضروش في هذا الموضوع صافي نساو هذا الموضوع. بالعكس هذا الموضوع ما خاصوش يتنسى، لان هادشي بزاف الناس بكيتو معاكم، بزاف الناس كيسولوا ما درا فين وصلوا ما درا واش تلقى السيده فلوسها خرجتو كتسعاو، وحنا عارفين ان المحسنين غيكونوا صيفطوا لك حيت مستحيل المغاربه يشوفوك في ديك الحاله كتبكي وحاطه لي واحد البريد ديال اتاي وجوج الزيتونات حق لقيت العقرب في الدار ديالي. واحد القضيه اللي مصوره لي من العقرب في الدار ديالك، عامين وانت خدامه في اليوتيوب ما عمر شي عقرب ما دخلت عليك وانت ساكنه في العروبيه، حتى لدابا بالضبط توقع هاد المشكل اللي مشاو كي فلوسك حق جات العقرب وحق بان الزيتون وحق كل كاس من قنت، وانت ما كاينش حتى سيمانه دابا كتبيني للناس ان الطابله مزوقه وهذه، فلا داعي لانك تستحمري المتتبعين. حنا راه ماشي كناكلو التبن، حنا الحمد لله راه واعيين واعيين وعارفين وكنميزو الصح من الغلط. كان لك حب بدل انك تخرجي وتقولي اي خوتي راه مشاو ليا فلوسي وراجل الاخ ديالي هو اللي مكلف ليا بالقناه صافي، ماشي بغيتي تسعاي وتبكي لا انا ما كناكلش لا انا ظروفي، لا كاملين عندنا ظروفنا والحمد لله عارفين ان المغرب 2022 ما كاينش شي واحد كيموت بالجوع، الخير موجود في بلادنا الحمد لله.
فلا داعي انك خرجتي تستحمرينا، لا شكايه درت به، لا سكتو، لا كل واحد يخدم على المحتوى ديالو. ماشي احنا النهار الاول اللي جينا ودقينا عليك مريم قلنا لك نهضروا عليك، انت اللي خرجتي وكتقولي القنوات يهضروا معايا، نهضروا عليا، اخوتي وقفوا معايا، من يوقفوا اخوتي المغاربه وقفوا معايا، على صحاب القنوات ماشي مغاربه، راه وجهتي نداء بصفه عامه، المغاربه وقفوا معايا، القنوات اللي وقفوا معاك راه هما مغاربه، راه ماشي جايين من اسرائيل ولا جايين من شي دوله اخرى، راه كاملين مغاربه الحمد لله. ولهذا جمعوا لنا الوسخ ديالكم، وحتى واحد يبقى يخرج المشاكل ديالو في اليوتيوب، لما بغات الناس يهضروا لك ما تخرجيش الخنس ديالكم اليوتيوب من الاخر، جمعوا خنسكم عندكم، والعيب والعار اللي هضر عليكم شي واحد، وما تبقاوش تمثلوا، راه المغاربه راه عاقوا فاقوا من الاخر، المغاربه راه عاقوا فاقوا، ما بقاوش حتى واحد يطلع عليهم. وديك القضيه ديال السعايه كتجيبوها مع العيد مع العواشه، نخرجوا نسعاو وحكا ما عديش حكا مشاو لي فلوسي، واحد القضيه واحده اخرى كتقولوا فلوسي مشاو لي كلهم، في الاول قلت مشاو لي كل شيء، دابا ولات معلقه عندك 12 مليون في ادسنس، ما بقاش مشاو لك كل شيء، دابا شدوا معنا غير هضره واحده، قال لك الكذاب عفوا نسي وسولو، دابا انت عاشت لي هضره واحده، نهار الاول مشاو لك فلوسك كاملين، دابا بقات لي 12 مليون، اختك خارجه هي كتضرفك، يعني هذا مسلسل من الاخر. وكنتمناو الا كان هادشي صح ياخذ القانون المجرى ديالو، ديك الساعه راه غادي يبان اللي دار فلوسك شكون هو، معايا باش تستحمرونا لا بلا ما تخرجي، تقدري تكوني حطيتي لهم هادشي الشكايه وفي الاخر تكون في الليل باغا باش القنوات يهضروا عليك، ومن بعد تخرجي تحطي لهم الشكايه الاصليه بالكاشي، مرحبا كلشي وارد معاكم، نتوما كلشي محتمل. تحياتي لكم اخوتي، عطيونا لي لايك والتعاليق والبارطاج.